بيبدأ المسلسل بمالكوم ومراته جاكي وهما بيتفرجوا على نشرة الأخبار وبيكونوا بيتابعوا حفل تخرج الشباب اللي عندهم قوة خارقة. وبنعرف إن الحكومة الأمريكية وزعت على المواطنين مصل اسمه في، ومصل في ده هو المسؤول عن منح الأطفال قوة خارقة في سن معين، وأغلب الآباء والأمهات حقنوا أطفالهم بالمصل ده، وعلشان كده أولادهم لما بيكبروا بيبقوا أبطال خارقين. وبيبان إن مالكوم ومراته مستمتعين جدا باللي هما بيشوفوه في نشرة الأخبار. وفي نفس الوقت ده بتبقى بنتهم ماري بتلعب مع أختها أنا، وفجأة ماري بتحس بتعب شديد وبتدخل الحمام، وبتتفاجئ ماري إن في دم بيخرج من جسمها، فبتترعب وبتصرخ وبتقع على الأرض، فبتجري عليها أمها علشان تطمن عليها، لكن ماري بتتفاجئ إن الدم بيخرج من جسمها بقوة رهيبة، وبيصيب أمها في رقبتها وبتموت، وبيدخل الأب علشان يعرف إيه اللي بيحصل، لكن الدم بيصيبه هو كمان وبيموت جنب مراته، وبيعدي بعد كده 8 سنين وبتصحى ماري من نومها في ملجأ خاص للمراهقين الخارجين عن السيطرة، وبتبدأ ماري يومها بتمارين التحكم في الدم اللي بيخرج من جسمها، وبنعرف هنا إن الدم ده هو قوة ماري الخارقة، وبتكون ماري مستنية بفارغ الصبر تعرف نتيجة قبولها في جامعة متخصصة لرعاية المراهقين، وبيكون اسم الجامعة دي جودولكين، وبنعرف إن جامعة جودولكين متخصصة في رعاية الأولاد والبنات الخارقين، ده غير إن الجامعة بتدربهم على استخدام قوتهم الخارقة لحد ما بيتخرجوا منها ويفيدوا المجتمع بقدراتهم. وبتقعد ماري قدام الكمبيوتر وبتدخل على موقع الجامعة، وبمجرد ما بتيجي الساعة 4 بيظهر قدامها نتائج القبول، فبتفرح ماري لما بتلاقي نفسها اتقبلت في الجامعة. وتاني يوم ماري بتروح جامعة جودولكين، وبتروح ماري على اوضتها في سكن الجامعة، وهناك بتتعرف على زميلتها في الأوضة واللي اسمها إيما، وبتكون إيما عندها القدرة على تصغير حجمها، وبتعرف ماري إن إيما لازم ترجع كل الأكل اللي في بطنها علشان تقدر تصغر جسمها، وعلشان ترجع حجمها الطبيعي من تاني لازم إيما تاكل كتير. وبعدها ماري وإيما بيروحوا استاد الجامعة، وهناك بتشوف ماري الفتى الذهبي والمصنف الأول للجامعة واللي اسمه لوك، وبيكون لوك عنده مباراة قتالية مع واحد من الطلاب اسمه ستيف، وبتبدأ المباراة وبيتحول جسم لوك لكتلة من اللهب وبيهجم على خصمه. وبتقول ماري لإيما إن هي نفسها تلعب مباراة زي دي علشان تظهر قوتها الخارقة، لكنها بتغير رأيها لما بتشوف لوك وهو بيقطع دراعات ستيف، وبنعرف إن ستيف قوته الخارقة بتسمح له إن هو يجدد أي جزء من جسمه، وبيفوز لوك بالمباراة وبيروح لستيف وبيسلم عليه بروح رياضية. وبعدها ماري بتعرف من إيما إن تم إعلان جدول المحاضرات، ولكن بتكتشف ماري إن في حاجة غلط في جدول محاضراتها، فبتروح لمكتب عميد الجامعة علشان تصلح الغلط ده، وهناك بتقابل سكرتير العميد واللي بيكون اسمه جوردن، وبنعرف إن جوردن تصنيفه في المركز الثاني في الجامعة بعد لوك، وده لأن جوردن قوي جدا وعنده القدرة على إطلاق كميات كبيرة من الطاقة من جسمه، ده غير إن جوردن بيقدر يتحول لولد أو بنت في أي وقت هو عاوزه. فبتسأله ماري هي ليه ما دخلتش فريق مكافحة الجريمة، فبيقول لها جوردن إن العدد اكتمل ومفيش مكان ليها في الفريق، وبيعرفها إن هي هتنضم لفريق الفنون المسرحية. فبتتعصب ماري وبتدخل في مناقشة حادة مع جوردن، وبيسمعهم برينك عميد الجامعة وبيخرج من مكتبه على صوتهم، فبتحكي له ماري إن هي عندها قوة خارقة، وبالرغم من كده جوردن ضمها لفريق الفنون المسرحية. وبتطلب ماري من برينك إن هو يسمح لها تنضم لفريق محاربة الجريمة، لكن برينك بيرفض طلبها وبيسيبها وبيدخل مكتبه. وبيجي الليل وبتكون ماري محبطة جدا وبتمشي لوحدها في الجامعة، وفجأة بتشوف واحد من الطلبة وهو بيهرب من حرس الجامعة، وبيبان إن الطالب ده قوي وسريع جدا ومحدش من الحرس قادر يوقفه. وبتعرف ماري من واحد من الحرس إن سام مدمن مخدرات، فبتستخدم ماري قوتها وبتقع على الأرض، لكنه بيقوم من تاني وبيصرخ وبيقول إن هو مش هيرجع الغابة أبدا، وبيفضل يضرب في الحرس. فبيجي ولد تاني اسمه أندريا وبيستخدم قوته في التحكم في المعادن، وبيزق صندوق كبير على الطالب ده وبيشيل حركته، وبعدها الحرس بيقبضوا عليه وبيرجعوا زنزانة. وتاني يوم لوك بيقابل برينك في مكتبه، فبيوري برينك لوك بدلة البطل الخارق الجديدة واللي بتبقى مصنوعة من مادة خاصة ضد الاحتراق، وبيعرفه ان هو هيبقى البطل الخارق اللي بيمثل للجامعة. وبالرغم من ان ده حلم اي طالب في الجامعة الا ان لوك مش بيبقى مبسوط، لكنه بيخبي شعوره ده وبيشكر برينك على ثقته فيه. وفي نفس الوقت ده أندريا بيقابل ماري وبيقول لها ان اللي هي عملته الليلة اللي فاتت كان عمل شجاع، وبيعزمها علشان تخرج معاه هو واصحابه. فبتوافق ماري وبترجع اوضتها علشان تجهز نفسها، وبالليل بيتجمع أندريا مع اصحابه، وبتيجي
بتيجي ماري وبتتعرف على لوك وصاحبته كيت، وبمجرد ما بتشوف جوردن بتتكلم معاه بطريقه مش لطيفه وهو كمان بيرد عليها برد مش حلو، فبيقطعهم اندريا وبيطلب منهم يركبوا العربيه علشان يروحوا الحفله، وهناك بيمنعهم موظف الاستقبال من الدخول، فبتحط كيت ايديها على ايده وبتقنعه ان هو يدخلهم، فبيقع الموظف تحت تاثير قوه كيت بعد ما قدرت تسيطر على عقله وبيقدروا يدخلوا الحفله. وبمجرد ما بيقعدوا بيتكلم لوك وجوردن عن نظام التصنيف الخاص بالجامعه، وكيت بتاخد ماري وبيرقصوا سوا، وبيروح اندريا علشان يتعرف على واحده من الموجودين، وبيحاول يبهرها بقدراته وبيرمي عمله معدنيه وبيحولها لطائر زجاجي، ولكن فجاه بيخبطوا واحد من اللي موجودين وبيندفع الطائر بقوه وبيعور بنت في رقبتها، فبتقع البنت على الارض وبيترعب كل اللي موجودين في المكان، فبيهرب لوك واصحابه بسرعه قبل ما يقعوا في مشكله كبيره، لكن ماري بترفض تمشي معاهم وبتقرر ان هي تستخدم قوتها الخارقه علشان تتحكم في الدم ده وتوقف النزيف، وبتقدر ماري ان هي تنقذ البنت من الموت، وبتكون فرحانه جدا باللي هي عملته، لكنها بتتفاجئ ان كل اللي موجودين بيكونوا مهتمين انهم يصوروا اللي بيحصل وبس. وتاني يوم الفيديوهات بتنتشر بين الطلبه وبتتشهر ماري في الجامعه، وبيتم استدعاء ماري لمكتب المدير، فبتفرح ماري وبتخمن ان المدير برينك عرف اللي حصل وعايز يكافئها او هيضمها حتى لفريق محاربه الجريمه، لكنها بتنصدم لما بتعرف ان برينك قرر ان هو يرفدها من الجامعه خالص، وده لان هي خرجت من الجامعه الليله اللي فاتت بدون اذن، ده غير ان هي شربت وعورت البنت في رقبتها، فبتفهم ماري ان برينك بيضحي بيها علشان يحافظ على سمعه الجامعه، وفي نفس الوقت محدش يعرف ان لوك واصحابه كانوا معاها، فبتنصدم ماري من اللي حصل وبتخرج من مكتب برينك وهي حزينه. وفي الوقت ده لوك بيبقى في اوضته وبيسمع صوت اخوه سام وهو بينده عليه من الحمام، فبيفتح باب الحمام وبيلاقي نفسه في غابه، وبيظهر له اخوه سام وبيطلب منه المساعده، وبيقول سام للوك ان دي حقيقه مش حلم، وبعدها بيختفي، فبيقرر لوك ان هو يروح مكتب برينك. وفي نفس الوقت ده ماري بتبقى متعصبه وبتقرر ان هي ترجع لمكتب برينك تاني، لكنها بتنصدم لما بتشوف لوك وهو بيحرق برينك وبيموته، وبمجرد ما بيشوفها لوك بيهجم عليها علشان يقتلها هي كمان، وده لان هي شافته وهو بيرتكب الجريمه، فبتجري منه ماري بكل سرعتها، وبالصدفه بيشوفهم جوردن وبيطلب من ماري ان هي تهرب، وبيقف جوردن قدام لوك وبيطلب منه يهدى، لكن لوك بيكون فقد سيطرته على نفسه وبيهجم على جوردن هو كمان، وبتدور بينهم معركه قويه جدا بيبان فيها ان جوردن قوي جدا لكنه ما بيقدرش يهزم لوك. وبتخرج ماري من المبنى وبتقابل اندريا وبتحكي له على اللي بيحصل، وبيخرج وراها لوك علشان يقتلها، لكنه بيتفاجئ ان في طلاب كتير حواليه بيصوروه، فبيطلب منه اندريا ان هو يهدى، فبيقرب لوك من اندريا وبيحضنه وبيطلب منه يسامحه، وبعدها بيطير لوك في السماء وبيفجر نفسه. وبالليل بتجتمع شيتي مديره الجامعه الجديده مع ممثلين العلاقات العامه، وبتتصل بيهم اشلي رئيسه منظمه فوت الراعي الرئيسي للجامعه، وبيتفقوا كلهم ان هم يالفوا قصه عن حادثه موت لوك، وبيقرروا انهم يظهروا اندريا وماري على ان هم ابطال وانقذوا الجامعه من الخطر اللي كان بيمثله لوك، وده بعد ما لوك فقد سيطرته على نفسه لاسباب غير معروفه. وبيغيروا تصنيف ابطال الجامعه وبيخلوا اندريا في المركز الاول وماري في المركز الثاني، فبيفرح بولارتي ابو اندريا واللي بيبقى واحد من اعضاء مجلس الجامعه. وتاني يوم بتكون ماري رايحه تحضر محاضراتها، وبتتفاجئ لما بتلاقي الطلبه مهتمين بيها وبيتصوروا معاها، وبتعرف ماري ان هي في المركز الثامن في تصنيف الجامعه، وبتلاحظ ماري ان اندريا في المركز الاول وجوردن في المركز الخامس. وبعدها ماري بتقابل جيف مدير التواصل الاجتماعي لمنظمه فوت، وبيعرفها بالامتيازات اللي بتقدمها لها المنظمه، وده لان هي قاومت لوك وقتلته وبقت مشهوره جدا، فبتستغرب ماري من اللي هي بتسمعه، لكن جيف مش بيديها فرصه ترد عليه، وبيروح بيها للاستوديو وبيعرفها على كورتني المنتجه المنفذه لاعلانات المنظمه، وبتعرف ماري من كورتني ان هي هتعمل مقابله في برنامج مشهور جدا، وبتدي كورتني لماري ورقه مكتوب فيها الكلام اللي هيتقال في المقابله، وبتطلب منها ان هي تحفظ الكلام ده. وفي نفس الوقت ده بيكون اندريا مع ابوه في الاستوديو، وبيسال اندريا ابوه اذا كان لوك اداله حاجه قبل ما يموت، فبيقول له ابوه ان لوك ما اداهوش اي حاجه، وبيطلب منه ينسى لوك ويفكر ان هو دلوقتي بطل الجامعه. وبعدها اندريا وماري بيعملوا جلسه تصوير علشان الجامعه تنشر صورهم في اعلاناتها، وبعد ما بيخلصوا جوردن بيقابل ماري وبيفكرها ان هو اللي انقذها من الموت وان هو اللي واجه لوك لوحده، وبيعرفها ان هو الاحق بالمركز الاول في تصنيف الجامعه، ولكن علشان هو ولد وبنت في نفس الوقت اداره الجامعه خلته في التصنيف الخامس. وبيطلب جوردن من ماري ان هي تقول الحقيقه اثناء المقابله التلفزيونيه وتعرف الناس كلها ان هو البطل الحقيقي، فبتوافق ماري على طلبه وبتوعده ان هي هتعمل كده وبتسيبه وبتمشي. وبعدها شيتي بتستدعي ماري لمكتبها
وبتشرح شيتي لماري ان هي دكتورة في علم النفس، وبتعرفها ان هم فاكرين نفسهم ابطال خارقين، لكن في الحقيقة كل واحد فيهم عنده قصة حزينة في حياته، والقصة دي بتمثل نقطة ضعف. وبتطلب شيتي من ماري ان هي تفتح لها قلبها وتصرحها بسرها، فبتقتنع ماري بكلام شيتي وبتقول لها ان هي نفسها تكون بطلة خارقة، وده علشان تثبت لاختها انا ان هي انسانة كويسة ومش شريرة، وده لان انا شافت ماري يوم حادثة موت ابوها وامها واتهمتها ان هي شريرة. وبتقول ماري ان هي عرفت ان في اسرة تبنت اختها لكنها ما تعرفش عنوانها، لكن لما يبقى معاها فلوس كتير اكيد هتقدر توصل لمكانها. وفي الوقت ده اندريا بيكون مع كيتو وبيدخل اوضة لوك على امل ان هما ممكن يلاقوا حاجة تساعدهم في تفسير موته، لكنهم بيتفاجئوا ان الاوضة فاضية تماما، وبيخرج اندريا وكيتو هما محبطين. وبمجرد ما بيعدوا من قدام تمثال بولاريتي ابو اندريا، بيلاحظ اندريا ان لوك قبل ما يموت حرق الكاميرا الموجهة على التمثال، فبيفتكر اندريا كلام لوك لما قال له ان السر مع ابوه، فبيخمن ان في حاجة ممكن تكون جوا التمثال ده، فبيستخدم قوته وبيفتح التمثال وبيلاقي جوا تليفون، وبيكون لوك مسجل فيديو على التليفون ده لاندريا، وبيقول له فيه ان اخوه سام لسه عايش، وان سام ما موتش نفسه بسبب مرض الفصام زي ما برينك فهمه، وان هو موجود دلوقتي في مستشفى سري تحت ارض الجامعة، وبيعرفه ان المستشفى دي اسمها الغابة، وبيعملوا فيها تجارب على سام، واكيد برينك متورط في الموضوع ده، وعلشان كده هيروح لبرينك ويسأله عن مكان اخوه. وبينهي لوك كلامه وبيقول لاندريا ان هو لو بيشوف الفيديو ده دلوقتي فده معناه ان هو موت نفسه. وبعدها بيجي وقت المقابلة التلفزيونية بتاعت ماري، وبتكون ماري بتجهز نفسها وبتراجع كويس سيناريو المقابلة، وبيبان ان ماري ناوية تقول الحقيقة، وان جوردن هو اللي انقذها من الموت على ايد لوك. وفي نفس الوقت ده بيبقى اندريا في طريقه للاستوديو، لكنه بيغير رأيه وبيروح على مكتب برينك، وبيتسلل وبيدخل المكتب وبيوصل لجهاز الكمبيوتر الخاص ببرينك، وبيستخدم اندريا قدراته وبيفتح الكمبيوتر وبيوصل للملفات اللي موجودة فيه، فبيتصدم اندريا لما بيلاقي ملف باسم سام اخو لوك وعليه صورته. وبيعرف اندريا ان سام يبقى هو نفس الولد اللي كان بيهرب من حرس الجامعة من كام يوم، فبيصور اندريا الملف، وبمجرد ما بيخلص بيسمع صوت الحرس، فبيقفل الكمبيوتر وبيستخبى تحت المكتب بسرعة قبل ما يشوفوه، وبيبدأ الحرس يلم كل حاجة موجودة في المكتب. وفي الوقت ده المقابلة التلفزيونية بتاعت ماري بتكون على وشك ان هي تبدأ، وبيكون بولاريتي ابو اندريا متعصب جدا لان ابنه لسه موصلش، وبيفضل يتصل عليه كتير لكن اندريا ما بيردش عليه، فبتقرر كورتني ان هي تعمل المقابلة مع ماري لوحدها. وقبل ما تبدأ المقابلة بلحظات، المذيعة بتقول لماري ان هم بعتوا ايميل لاختها وطلبوا منها ان هي تعمل مداخلة معهم في المقابلة، لكن هي رفضت وقالت لهم ان هي مش عايزة تعرف اي حاجة عن ماري اختها، فبتنصدم ماري من اللي هي بتسمعه، وبتقرر تتراجع عن وعدها لجوردن وما تقولش ان هو البطل الحقيقي، وبتقرر ان هي تقول نفس الكلام اللي مكتوب في السيناريو، وده لان الكلام ده هيخليها هي البطلة في نظر الكل، على امل ان اختها تغير رأيها فيها. وفي نفس الوقت ده الحرس بيخرجوا من مكتب برينك بعد ما خدوا كل حاجة فيه، وبيخرج اندريا وراهم علشان يعرف هم رايحين على فين. وبيتفاجئ اندريا لما بيشوف واحد من الحرس بيقتل عامل النظافة علشان هو شافهم، فبيتصدم اندريا من اللي هو بيشوفه وبيتحرك غصب عنه، فبيسمعه واحد من الحرس وبيحس بوجوده، فبيستخدم الحرس جهاز صوته وبيشغله على اعلى درجة، وده لان هو عارف ان الابطال الخارقين حاسة السمع عندهم اقوى من الناس العاديين، فبيتأثر اندريا جدا بالصوت وبيقع على الارض وما بيقدرش يتحرك. وفجأة بتيجي واحدة من الحرس وبتطلب من زميلها يوقف تشغيل الجهاز، فبينفذ زميلها الامر لكنه بيبقى مستغرب وبيحس ان في حاجة مش طبيعية. وبتظهر كيتو وبتحط ايديها عليه، وبتستخدم قوتها وبتسيطر على عقله زي ما سيطرت على عقل زميلته، وبتطلب كيت من الحارس ان هو ياخد زميلته ويمشوا من المكان. وبعدها بتروح كيت لاندريا علشان تطمن عليه، لكنها بتكون استخدمت قوتها بصورة كبيرة وبتتعب وبيغمى عليها. وبنرجع بالزمن لثلاث سنين ورا، ووقتها لوك وكيت زاروا سام في الزنزانة بتاعته لان سام كان خارج عن السيطرة، وبيكون سام متضايق جدا لان ابوه اداله المصل وهو طفل وما فكرش ايه اللي ممكن يحصل له. وقال سام وقتها لوك ان القوة الكبيرة اللي في جسمه اثرت على تفكيره، فحاول لوك ان هو يهديه ويفهمه ان هو ممكن يتعالج من حالته دي، لكن واحد من الحرس ضرب سام بالنار في بطنه بالغلط، ففقد سام سيطرته على نفسه وهجم على الحارس وقتله، فاستخدمت كيت قوتها
وحطت ايديها على سام وهدته وطلبت منه ينام. وبنرجع للوقت الحالي وبتفوق كيت وبتلاقي نفسها مع اندريا، وبتبقى كيت زعلانه من اندريا لان هي طلبت منه ما يعرضش نفسه للخطر وهو ما سمعش كلامها، فبيقول لها ان هو قدر يتاكد ان سام لسه عايش، وبيوريها صوره الملف اللي هو لقاه على كمبيوتر برينك. وتاني يوم ماري بتقابل كيت وبتواسيها على وفاه لوك، وبتفتكر هنا كيت اليوم اللي لوك عارف فيه خبر انتحار اخوه سام. ووقتها لوك ما كانش مصدق الخبر وفضل يلوم نفسه لان هو ما كانش جنب اخوه لما كان محتاجه. وبنرجع للوقت الحالي تاني، وبيجي الليل وبيتجمع كل الطلبة في حفلة الجامعة، وبيكون اولياء امور كل الطلبة موجودين في الحفلة. فبتزعل ماري لان هي الوحيدة اللي ابوها وامها مش موجودين معاها، فبتنصحها شيتي ان هي تخبي خبر موت ابوها وامها عن الناس علشان ما يعرفوش حقيقة اللي عملته بطلة الجامعة اللي الكل حاطط عليها امال كبيرة، وبالتالي ده هيأثر على المتبرعين اللي بيتبرعوا للجامعة. فبتضايق ماري وبتحس بان شيتي بتستغلها. وفي نفس الوقت ده اندريا بيقابل ايما، وبيوريها صورة سام اخو لوك وبيحكي لها عن قصته، وبيطلب اندريا من ايما ان هي تصغر حجمها وتدخل المختبر اللي موجود فيه سام علشان يعرفوا ايه السر وراء احتجاز سام في المختبر. فبتوافق ايما وبتصغر حجمها وبيعرفها مكان زنزانة سام جوه المختبر، وبيديها اندريا جهاز تعقب علشان يتابع تحركاتها داخل المختبر، وبيتفق معاها ان هما هيتقابلوا بعد ساعة. وبعدها بتدخل ايما للمختبر من تحت الباب وبتتحرك في طريقها لزنزانة سام، وبتستخبى ايما في صينية الاكل اللي بيدخل الحارس لسام بيها، لكن سام بيكتشف وجودها وبيكون فاكر ان دي تهيؤات بتحصل له. فبتحاول ايما تقنعه ان هي حقيقية وان هي جاية علشان تساعده. وفي الوقت ده اندريا بيلاحظ ان ايما ما بتتحركش من مكانها، فبيقلق عليها وبيقرر ان هو يروح لها، لكن ابوه بيشوفه وبيسأله هو رايح فين. فبيحكي اندريا لابوه ان في مختبر سري تحت الارض والجامعة بتعمل فيه تجارب سرية على الطلبة. فبيتصدم بولاريتي وبيطلب من اندريا ان هو يبعد عن الموضوع ده نهائي، وده لان هيكون فيه خطورة كبيرة على حياته وممكن يموت. وفي الوقت ده بيكون سام لسه مش مقتنع ان ايما حقيقية، فبتقوله ان اخو لوك هو اللي بعتها علشان تنقذه. فبيصدقها سام وبيقولها على رموز فتح الزنزانة، وبيبدأ يحط خطة للهروب من المختبر. واثناء ما هما بيتكلموا وسفرات الانذار بتشتغل في المكان، فبيقول سام لايما ان الحراس اكتشفوا وجودها وبيخبيها بسرعة وسط الكتب بتاعته. لكن ايما بتتفاجئ ان ارضية الزنزانة بتتكهرب وبيتصهك سام وبيقع على الارض وبيغمى عليه. وفي الوقت ده اندريا بيروح لماري وكيت وجوردن وبيحكي لهم على اللي حصل. وفي نفس الوقت ده بيدخل واحد من الحرس لزنزانة سام، وبتشوفه ايما وهو بيصعق سام بالكهرباء بكل وحشية. فبتزعل على سام وبتنط على الحارس وبتدخل جوه ودنه وبتخترقها وبتخرج من ودنه التانية وبتقتله. وبيفوق سام وبيشوف اللي ايما عملته، وبعد شوية وقت بيظهر ان سام قدر يخرج من زنزانته وقتل كل الحراس وهرب من المختبر. وبتلاقي شيتي بعدها جزمة صغيرة جدا على ارضية الزنزانة، فبتقدر تستنتج ان ايما هي اللي ساعدت سام في الهروب. وفي نفس الوقت ده اندريا واصحابه بيلاقوا جهاز التعقب الخاص بايما، لكنهم بيلاحظوا ان عليه بقايا دم فبيقلقوا كلهم عليها. وبتكون ايما في الوقت ده مع سام في مبنى سينما السيارات القديم، وبيشكرها سام على انقاذها ليه، وبيبقى عايز يطلب المساعده من اخو لوك. فبتقول له ايما ان هي كذبت عليه وان اخو لوك قتل نفسه. فبيدخل سام في حاله من الجنون وبيدمر كل حاجه حواليه، وده لان هو فقد الانسان الوحيد اللي ممكن يكون جنبه ويساعده. فبتهدي ايما وبتقول له ان هي هتفضل جنبه ومش هتسيبه ابدا. وتاني يوم بيجي واحد اسمه تيك للجامعة وبيقابل شيتي في مكتبها، وبنعرف ان تيك ده يبقى واحد من الخارقين اللي اتخرجوا من الجامعة، وان تيك استغل قوته الخارقة في القدرة على اكتشاف مشاعر الاخرين وبقى مذيع مشهور. وبيكون تيك جاي للجامعة بتعليمات من منظمة فوت علشان يعرف مين السبب في موت لوك. وبيقول تيك لشيتي ان هو عارف ان لوك قتل نفسه بعد ما قتل برينك، وده بعد ما لوك عارف ان اخوه محبوس في المختبر. وبيقول تيك ان مهمته هي اتهام واحد من الطلبة علشان يظهر ان هو السبب في موت لوك، وده بدل ما يتم توريط الجامعه كلها في الجريمه. فبتطلب شيتي منه ان هو يبعد عن كيت وماري واندريا وجوردن، وان هو ما يحاولش يورطهم في اي اتهام. وفي الوقت ده ماري بتروح لواحد من طلبه الجامعه اسمه رفوس، وبيكون رفوس ده وسيط روحاني بيقدر يخترق العقول. وبتطلب ماري من رفوس ان هو يساعدها علشان تلاقي ايما، فبيوافق رفوس وبيطلب منها تقعد جنبه علشان يقدر يوصل لمكان ايما. وفجاه ماري بيغمى عليها وبتفوق وبتلاقي نفسها في اوضه رفوس،
وبيكون رفوس واقف قدامها وبيستعد للاعتداء عليها، ولكن جوردن بتقتحم أوضة رفوس وبتفجر له العضو اللي كان هيعتدي على ماري بيه. وبعدها جوردن بتاخد ماري وبتمشي من المكان، وبتقول جوردن لماري ان هي غلطت لما طلبت المساعدة من رفوس لان رفوس مخادع. وبعدها تيك بيعمل مقابلات مع اندريا وكيت وجوردن، وده علشان يعرف تفاصيل اكتر عن حادثة موت لوك، وبيفضل يضغط عليهم بكل الطرق علشان يعرف منهم الحقيقة. وبعدها تيك بيلاقي محاضرة للطلبة عن القدرة عن استخراج الحقيقة من البشر، فبيستغل تيك وجود ماري في المحاضرة وبيبدأ يستجوبها قدام كل الموجودين. وبيقدر تيك يخلي ماري تعترف ان جوردن هو اللي قاوم لوك وانقذها من الموت. وبعد المحاضرة شيتي بتبقى متضايقة من اللي تيك عمله، لان هو حقق مع الطلبة اللي هي طلبت منه انه يبعد عنهم، فبيقول لها تيك ان هو مش هيوجه الاتهام لاي طالب منهم، وان هو هيحملها هي المسؤولية الكاملة عن موت لوك. فبتقول له ان هو ما عندهوش اي دليل ضدها، ولكن بتتفاجئ شيتي ان تيك عارف ان سام هرب من المختبر، وده معناه ان دي هتكون نهايتها. وفي نفس الوقت ده إما بتلاقي حاجة تاكلها وبترجع لحجمها الطبيعي، وبتتكلم إما مع سام وبيظهر ان بينهم اعجاب متبادل. وبتروح إما تدور على اي حاجة تاكلها لان هي لسه حاسة بالجوع. وبعدها سام بتحصل له هلاوس وبيشوف في التلفزيون دوميا بتحرضه ان هو يقتل كاردوسا، وده لان كاردوسا هو اللي كان حابس سام في الزنزانة وكان دايما بيحقنه بالامصال وبيعمل عليه التجارب. فبيدخل سام في حالة من الجنون تاني، وبيقرر ان هو يدور على كاردوسا علشان يقتله. وبتحاول إما تقنعه ان هو ما يعملش كده، لكنه ما بيسمعش كلامها وبيسيبها وبيمشي. وفي الوقت ده جوردن بيكون مع ماري في اوضتها وبيشكرها علشان هي قالت الحقيقة. وفجأة بتدخل عليهم إما وبتقول لهم ان سام عاوز يقتل كاردوسا. وفي نفس الوقت ده شيتي بتقابل تيك بره مكتبها، وبيتفاجئ تيك ان شيتي بتوريه فيديوهات خاصة بيه وبيكون بيمارس افعال منحرفة، وبتهدده ان هي هتنشرها على موقع المنظمة، وبتطلب منه ان هو ينهي التحقيق في موت لوك ويطلع في البرنامج بتاعه ويعلن عدم مسؤولية ادارة الجامعة عن الحادثة. فبيخاف تيك ان شيتي تفضحه فعلا وبينفذ كل كلامها. وبيجي الليل وبيبقى كاردوسا في بيته وبيهجم عليه سام علشان يقتله، لكن ماري واصحابها بيوصلوا للمكان وبيستخدم اندريا قوته وبيحرك التلاجة وبيضرب بيها سام. فبيتعصب سام وبيهجم على كل اللي موجودين ومحدش منهم بيقدر يقف قصاده. فبتدخل ايما المطبخ وبتفضل تاكل كل الاكل اللي فيه، وبيبدأ يكبر حجمها وبتقدر تسيطر على سام، وبتهديه وبتفهمه ان هم كلهم هنا علشان يساعدوه مش جاي علشان يأذوه. وفجأة بيغمى عليهم كلهم. وبعدها ماري واصحابها بيفوقوا وبيلاقوا نفسهم في بيت واحد من زمايلهم في الجامعة، فبيقعدوا كلهم مع بعض وبيكتشفوا ان هم مش فاكرين اي حاجة. وبتشوف ايما فيديو ليها على التيك توك فبتوريه لماري، وبيفهموا ان هم كانوا في حفلة في بيت واحد زميلهم. وبيدخل عليهم سام وبيعتذر لهم عن اللي هو عمله معاهم، لكنه بيتفاجئ ان هم مش فاكرينه وان ايما ما تعرفهوش. فبيحكي سام لايما ان هم كانوا في سينما السيارات مع بعض لكنها مش هتقدر تفتكره. فبيقول لهم سام ان هم تعرضوا لعملية مسح ذاكرة، وبيشرح لهم ان المسؤولين عن الجامعة هم اللي بيعملوا كده فيهم، وبيفهمهم ان في ناس اشرار في الجامعة والناس دول بيستغلوا الطلبة وبيعملوا عليهم تجارب خطيرة، وبيطلب منهم يخلوا بالهم من نفسهم، وبيوعدهم ان هو هيحارب كل الشر اللي موجود في الجامعة وبيسيبهم وبيمشي. فبتستغرب ماري وإيما من اللي بيحصل. وبعدها ماري بتقابل كيت واندريا وجوردن وبتحكي لهم على اللي قاله سام. وبتلاحظ كيت وجود رفوس في واحد من فيديوهات الحفلة، وبتقول لأصحابها ان اكيد هو اللي مسح ذاكرتهم. فبتأكد ماري على كلامها لان رفوس عمل معها كده من كام يوم. وفي الوقت ده بيبقى كاردوسا مع شيتي وبيحكي لها ان سام حاول يقتله الليلة اللي فاتت، وبيكون كاردوسا عاوز يسيب الشغل في المنظمة لان هو خايف على حياته. ده غير ان ماري واصحابها عرفوا بوجود سام، وبكده هم ممكن يعرفوا بالتجارب اللي هو بيعملها على الطلبة. فبتطمنوا شيتي وبتعرفوا ان هي مسيطرة على الوضع. فبيقول لها كاردوسا ان هو قرب ينتهي من تركيبة الفيروس، وبالفيروس ده هيقدروا يتحكموا في كل الطلبة اللي في الجامعة. وبيطلب منها تجيب له ماري علشان يعمل عليها اختبارات الفيروس، وده لان الفحوصات اثبتت ان ماري من افضل العينات اللي موجودة في الجامعة، لكن شيتو بترفض طلبه وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده جوردن بيكون مع ماري وبيدور على رفوس، وفجأة بيشوفوه قدامهم وهو واقف مع شيتي. وبمجرد ما رفوس بيشوفهم بيهرب منهم وبيروح على اوضته بسرعة، وهناك بيلاقي اندريا مستنيه. فبيستخدم اندريا قوته وبيقفل كل مخارج الاوضة علشان رفوس ما
يعرفش يهرب، وبيمسكوا أندريا وبيسأله هو ليه مسح ذاكرتهم كلهم، فبيستخدم هنا رفوس قوته الخارقة. وبيتفاجئ أندريا إن هو موجود في مطعم للوجبات السريعة، وبيجي الليلة وبترجع ماري أوضتها وبتحكي لإيما على اللي حصل. وأثناء ما هما بيتكلموا إيما بتلاقي وسط هدومها تيشيرت مكتوب عليه اسم سينما السيارات، وده معناه إن إيما كانت فعلا مع سام هناك زي ما هو قال لهم. فبتقرر إيما إن هي تروح تدور على سام، ولكن فجأة ماري بتحس بإن في حاجة تحت جلدها، فبتستخدم قدرتها وبتكتشف إن في جهاز تعقب في جسمها، فبتروح لكيتو بتحكي لها على اللي حصل، لكنها بتتفاجئ إن كيت بتعتذر لها عن اللي هي هتعمله، وبتمسح كيت ذاكرة ماري، وبيظهر إن كيت هي السبب في كل ده. وبعدها ماري بتقابل جوردن، وبمجرد ما جوردن بتشوفها بتسألها عن الجرح اللي في كتفها، فبتقول لها إن هي مش فاكرة الجرح ده حصل لها إزاي، فبتقول لها جوردن إن هما لازم يلاقوا رفوس بسرعة. فبتستغرب ماري من كلام جوردن، وبتسألها هما ليه هيدوروا على الرفوس، فبتفهم هنا جوردن إن ماري ذاكرتها اتمسحت تاني. وفي نفس الوقت ده كيت بتكون مع شيتي، وبيظهر إن كيت متضايقة من إن هي بتمسح ذاكرة أصحابها، وبيبان إن شيتي ليها تأثير قوي جدا على كيت، فبتاخدها شيتي في حضنها وبتفهمها إن اللي هي بتعمله ده علشان تحميهم. وبالليل بتروح إيما لسينما السيارات وبتقابل سام، وبتقوله إن هي لسه مش فاكرة الكلام اللي هو قاله، لكن في نفس الوقت هي مصدقاه ومتأكدة إن هو بيقول الحقيقة. فبيعرفها سام إن كيت هي اللي بتمسح ذاكرتهم، وهي كمان اللي مسحت ذاكرة أخوه لوك قبل كده، وأقنعته إن سام مات. فبتروح كيت لأندريا في أوضته، وبتعرف منه إن هو عاوز يسيب الجامعة. وأثناء ما هما بيتكلموا بتيجي رسالة على تليفون أندريا من جوردن، وبيعرف أندريا إن هما لقوا رفوس. وفي اللحظة دي بتقتحم ماري وجوردن أوضة رفوس، وبيقدروا يسيطروا عليه وبيمنعوه من الهرب، وبيسألوه هو ليه بيمسح ذاكرتهم، فبيقول لهم إن هو علشان يعمل كده فهما لازم يكونوا قريبين منه، وبما إن هو بقاله 5 ساعات في بيته فده معناه إن هو ما عملش كده فيهم. وفي الوقت ده إيما بتتصل بماري، وبتقول لها إن كيت هي اللي بتمسح ذاكرتهم، وبيكون جوردن على وشك إن هو يقتل رفوس، لكن ماري بتلحقه وبتقوله إن رفوس بريء. فبيجي أندريا وبيهجم على رفوس وبيعلقه في الحيطة، وبيقرب منه علشان يخلص عليه، لكن جوردن وماري بيمنعوه، وبيقولوا له إن كيت هي اللي ورا كل اللي بيحصل. وبتظهر كيت وبتعتذر لأندريا، وبتعترف له إن هي اللي مسحت ذاكرته، وبتحط إيديها على دماغه وبترجع له ذاكرته تاني. وبعدها كيت بترجع ذاكرة أصحابها كلهم، فبتروح إيما بسرعة علشان تدور على سام. وبعدها بتدخل كيت في حالة صدمة، وده علشان هي استخدمت قوتها أكتر من مرة ورا بعض، وبيلاحظ أصحابها إن نبض قلبها انخفض، فبيطلبوا من ماري إن هي تتحكم في ضربات قلب كيت وتنقذ حياتها. فبتركز ماري وبتستخدم قوتها، وبتقدر إن هي تزود ضربات قلب كيت وبتنقذها من الموت، لكن كيت بتكون لسه فاقدة الوعي. وفي الوقت ده كاردوسا وشيتي بيكونوا في المختبر، وبيشرح كاردوسا لشيتي إن هو عمل تركيبة الفيروس اللي هيتحكموا بيه في الطلبة الخارقين، وبيوريها نموذج لواحدة من الطلبة اللي هو قدر يتحكم في قوتها الخارقة بعد ما طبعا حقنها بالفيروس، وبيعرفها إن هو بيجهز تقريره اللي هيبعته للمنظمة، لكن شيتي بترفض إن هو يكتب تقريره دلوقتي، وبتطلب منه إن هو يضاعف جرعة الفيروس علشان تشوف تأثيره على الطلبة. وفي الوقت ده ماري وأندريا وجوردن بياخدوا كيت وبيروحوا بيها على أوضتها، وفجأة بتسترد كيت وعيها وبتختفي من قدامهم، فبيستغربوا كلهم من اللي بيحصل. وفجأة بيلاقوا جدران الغرفة بتتفكك وبيلاقوا نفسهم جوا الغابة، وبيشوفوا أم كيت ومعاها ضابط شرطة، وبيكونوا بيدوروا على كليب أخو كيت. وبتظهر كيت وهي طفلة وبتقرب من أمها، لكن أمها بتطلب منها تبعد عنها، وبنعرف إن كيت استخدمت قوتها الخارقة من غير ما تقصد، وأقنعت أخوها إن هو يجري وسط الغابة. وبيطلب الضابط من كيت إن هي تروح معاه على قسم الشرطة، فبتعرف هنا ماري واللي معاها إن هما دلوقتي جوا عقل كيت، وبيظهر قدامهم فارس أحلام كيت، وبيقول لهم إن كيت نقلتهم جوا عقلها لسبب معين، وبيعرفهم إن هما لازم يعرفوا السبب ده وإلا هيفضلوا جوا عقل كيت للأبد. وأثناء ما هما بيتكلموا بيحصل رعد وبرق في السماء، فبيقول لهم فارس أحلام كيت إن ده مش رعد وبرق، وإن ده يبقى انفجار خلية من خلايا مخ كيت، وفجأة بينفجر الفارس وبيموت. فبتتحرك ماري وأصحابها بسرعة علشان يعرفوا سبب وجودهم جوا عقل كيت، وده قبل ما خلايا مخها تتدمر كلها ويتحبس جوا عقلها للأبد. وبيفضلوا ماشيين في الغابة لحد ما بيلاقوا نفسهم قدام بيت كيت، وبيشوفوا كيت وهي محبوسة جوا أوضتها، وبتيجي شيتي وبتزورها، وبتتكلم شيتي مع كيت بطريقة كلها عطف وحنان، وبتقول لها إن هي ملهاش أي ذنب في اختفاء أخوها، وبتعرفها إن هي جاية علشان تساعدها، وبتديها حبوب معينة وبتقول لها إن الحبوب دي هتخليها تقدر تتحكم في قوتها الخارقة. وبيظهر إن كيت وقعت تحت تأثير شيتي وبتاخد الحبوب بدون تردد، فبتشكرها وبتحضنها لأن هي أول واحدة تعملها بحب. فبتفهم هنا ماري وأصحابها إن كيت وقعت تحت تأثير شيتي من زمان، وفجأة بيلاقوا نفسهم في محاضرة
المحاضرة مع كيت ولوك، وبيقف لوك وبيشغل مقطع فيديو بيظهر فيه أندريا وهو بيخون لوك مع كيت، وبيتهم لوك أندريا بأن هو خاين وبيستخدم قوته الخارقة علشان يقتله. فبيحاول أندريا أن هو يستخدم قوته الخارقة علشان يدافع عن نفسه، لكنه بيكتشف أن هو مش قادر يستخدمها، وبيحصل نفس الشيء مع ماري وجوردن، وبيكتشف أن هم من غير أي قوة خارقة. فبيهربوا كلهم من المكان بسرعة، وفجأة بيلاقوا نفسهم في مكتب برينك، وبيظهر جوردن في صورة بنته وهو بيتجسس على برينك ولوك جوه المكتب، وبيكون لوك على وشك ان هو يقتل برينك، لكن جوردن بتدخل المكتب وبتخدر لوك، ومن وقتها وبرينك بيعتبرها زي بنته وبيعينها سكرتيرة خاصة بيه. فبيتهم هنا أندريا وماري جوردن بان هو شخص انتهازي، وان هو كان عارف ان لوك عاوز يقتل برينك قبل كده. فبيقول لهم جوردن ان برينك هو الوحيد اللي تعاطف معاه، وان هو اتبناه حماه من تريقة كل الناس عليه بسبب ان هو ولد وبنت في نفس الوقت. وبيظهر هنا ان ماري وجوردن واندريا مغمى عليهم جنب كيت، وبيتم التلاعب بذكرياتهم كلهم. وبعدها بيلاقوا نفسهم في المختبر، وبيشوفوا شيتي وبرينك مع كاردوسا، وبيكون بيعمل تجاربه على لوك واخوه سام، وفجأة بيفوق لوك وبيبقى في قمة غضبه من اللي بيحصل. فبتشاور شيتي لكيت وبتخليها تسيطر على عقل لوك علشان يرجع ينام تاني. فبتفهم هنا ماري واصحابها ان كيت تعرف حاجات كتير جدا عن اللي بيحصل في الجامعة. وبعدها بيشوفوا كيت وهي مع شيتي وبرينك، وبيبان ان كيت زعلانة من اللي هي بتعمله، لكن شيتي بتقدر تقنعها ان هي كده بتساعد لوك واخو سام علشان حالتهم تتحسن ويقدروا يتحكموا في قوتهم الخارقة. وفجأة شيتي بتأمر كيت ان هي تهجم على ماري واللي معاها وتمسح ذاكرتهم. فبيهربوا كلهم بسرعة من المكان، وبيفضلوا يجروا لحد ما بيلاقوا نفسهم قدام باب خشب. فبتتأثر هنا ماري لان الباب ده يبقى باب حمام بيتهم واللي هي قتلت فيه ابوها وامها من غير ما تقصد، وبتكون انا اخت ماري خايفة ومرعوبة. فبتقرب منها ماري وبتحاول تفهمها ان هي ملهاش ذنب في اللي حصل، لكن انا بتبعدها عنها وبتقول لها ان هي مجرمة. فبيتأثر اندريا وجوردن باللي هما بيشوفوه، وفجأة بيلاقوا نفسهم قدام كيت، وبتكون كيت حزينة جدا ومش عايزة تفوق ونفسها تموت وتخلص من عذاب ضميرها. وبتقول لها ماري ان هم عرفوا ان شيتي وبرينك خدعوهم كلهم وان هم بيتم التلاعب بيهم، وبتطلب منها ان هي تفوق علشان ينتقموا من شيتي. فبتقتنع كيت بكلام ماري وبتصحى من الغيبوبة، وكلهم بيصحوا بعدها. وبتدخل عليهم ايما وبيبقى معاها سام، وبمجرد ما سام بيشوف كيت بيهجم عليها علشان يقتلها، وبيقول لهم ان هي السبب في موت اخو لوك. فبتتدخل ايما وبتترجى سام ان هو ما يقتلش كيت. فبيسمع سام كلامها وبيهدى وبيبعد عنها، وبتقول ماري لكيت ان هي لازم تخليهم يثقوا فيها. وبتسألهم ماري عن اللي بيحصل في المختبر، فبتقول لها كيت ان كل اللي هي تعرفه ان شيتي بتأمر كاردوسا ان هو يعمل تجارب على طلبة الجامعة، لكنها ما تعرفش ايه نوع التجارب دي. وفي الوقت ده كاردوسا بيكون في المختبر وبيوري شيتي ان هو لو زود جرعة الفيروس النموذج بيموت. فبيستغرب كاردوسا لما بيلاقي شيتي مبسوطة باللي بيحصل، فبيفهم كاردوسا ان شيتي خدعته هو كمان، وان هي بتتصرف من دماغها من غير علم المنظمة. فبيهددها ان هو هيرفع تقريره للمنظمة وهيشرح لهم اللي بيحصل. فبتقول له ان هو لو رفع تقريره للمنظمة هو اللي هيشيل المسؤولية، وبتشرح له ان هو اللي اخترع الفيروس اصلا، وان مفيش اي حاجة تثبت ان هي طلبت منه يعمل كده، ووقتها هيبقى هو المجرم اللي عايز يتخلص من الابطال الخارقين اللي في الجامعة. واثناء ما هما بيتكلموا كيت بتتصل بشيتي وبتطلب مقابلتها ضروري، لكن شيتي بتقول لها ان هي وراها مشوار هتخلصه وبعدين هتقابلها في بيتها. وبمجرد ما كيت بتنهي المكالمة بتروح لماري واصحابها وبتعرفهم ان هي هتقابل شيتي في بيتها، لكن جوردن ما بيصدقش كيت وبيفتكر ان هي ناوية تخدعهم تاني وبيسيبهم وبيمشي. فبتروح ماري وراه وبتفهمهم ان هما ما عندهمش بديل غير انهم يثقوا في كيت، لان هي الوحيدة اللي هتقدر تسيطر على شيتي. فبيقول لها جوردن ان هما مش محتاجين لكيت، وبيعرفها ان هو استولى على مفتاح مكتب شيتي، وبيقول لها ان هما ممكن يلاقوا في مكتبها دليل يستخدموه ضدها. واثناء ما هما بيتكلموا بيشوفوا صورة واحدة اسمها فيكتوريا، واللي بتكون مرشحة لمنصب نائب الرئيس الامريكي، وبتبقى فيكتوريا عندها مناظرة في الجامعة مع شيتي، وده لان فيكتوريا من المعارضين بشدة لمشروع الابطال الخارقين، ودايما بتهاجم سياسات المنظمة في كل مكان. فبيقرروا ان هم يتسللوا لمكتب شيتي، واي دليل هم هيلاقوه هيسلموه لفيكتوريا علشان هي اللي هتقدر تقف قصاد شيتي وتفضحها هي والمنظمة. فبيتسلل جوردن وماري بعدها لمكتب شيتي، وبيدوروا جوه المكتب على اي حاجة تثبت ادانتها.
فجأة بيسمعوا صوت حد بيفتح باب المكتب، فبيستخبوا بسرعة وبيدخل كاردوسا المكتب وهو سكران، وبيبقى معاه ملف عن الفيروس وبيحطه على مكتب شيتي، وبيظهر ان كاردوسا شارب كتير جدا ومش في وعيه، وبيكون بيشتم في شيتي كتير جدا علشان هي اللي خدعته وخلته يخترع الفيروس اللي هتتحكم بيه في الطلبة الخارقين. فبيتصدم جوردن وماري من اللي هم بيسمعوه. وفي الوقت ده شيتي بتقابل واحدة اسمها مالوري، وبنعرف ان مالوري تبقى واحدة من مؤسسين جامعة الابطال الخارقين. فبتقول شيتي لمالوري ان هي اخترعت فيروس هيقضي على كل الخارقين اللي موجودين في الجامعة، وبتطلب شيتي من مالوري ان هي تساعدها في ابادة كل الاشخاص الخارقين، لكن مالوري بترفض تساعدها وبتعرفها ان اللي هي هتعمله ده جريمة يعاقب عليها القانون. فبتقول لها شيتي ان هي هتعمل كده سواء بمساعدتها او من غير مساعدتها، وبتسيبها شيتي وبتمشي. وفي الوقت ده في مسرح الجامعة بيتفاجئوا ان شيتي اعتذرت عن المناظرة، فبتقرر فيكتوريا ان هي تسمع لأسئلة الطلبة الخارقين، لكن ردودها ما بتعجبش الطلبة لان هي بتطالب الحكومة ان هي تفرض سيطرتها على الخارقين، فبيهاجموها وبيطلبوا منها تمشي من الجامعة فورا، وبتخرج الامور عن السيطرة وبيضطر المذيع ان هو ينهي اللقاء. وبعدها بيقرر المذيع ان هو يستضيف فولاريتي ابو اندريا، وبيتكلم معاه بصفته واحد من امناء جامعة الخارقين، وبيقول فولاريتي رأيه في كلام فيكتوريا عن سياسات الجامعة. واثناء المقابلة بيتعرض فولاريتي لنوبة صرع قوية، وبيشوف اندريا اللي بيحصل لابوه، فبيجري بسرعة على مسرح الجامعة، وهناك بيلاقي الاسعاف جاية علشان تاخد ابوه للمستشفى، فبيركب معاه وبيفقد ابوه سيطرته على قوته الخارقة، وبتحصل حالة فوضى كبيرة وبتتصاب الممرضة اللي معاهم في الاسعاف، فبيستخدم اندريا قوته وبيسيطر على الموقف. وبعدها بتوصل ماري وجوردن للمسرح علشان يقابلوا فيكتوريا، لكنهم بيتفاجئوا ان في افراد امن قدام باب المسرح، فبتتخانق جوردن مع مجموعة من البنات علشان تجذب انتباه افراد الامن ليها، وفي نفس الوقت تدي الفرصة لماري ان هي تدخل المسرح. وبمجرد ما بتدخل ماري بتلاقي فيكتوريا وهي رايحة على غرفة الانتظار، وبتتفاجئ ماري ان فيكتوريا تعرفها كويس، وبتدخل معاها الغرفة وبتعرفها فيكتوريا ان هي هتفضل في الغرفة لحد ما الامور تهدى، وبتكتشف ماري ان فيكتوريا عندها نفس القوى الخارقة بتاعتها، وبتعرف ماري ان فيكتوريا متابعاها من وهي لسه طفلة، وهي اللي رشحتها للقبول في جامعة الابطال الخارقين. فبتقول ماري لفيكتوريا ان في مختبر سري تحت ارض الجامعة، وبتحكي لها ان شيتي خدعت الدكتور كاردوسا وخلته يخترع فيروس علشان تقتل بيه الطلبة الخارقين. وبتتفاجئ ماري ان فيكتوريا بتنصحها ان هي تبعد عن الموضوع ده، وبتطلب منها ان هي تركز في مستقبلها وبس، وبتعرفها فيكتوريا ان هي هتخليها تقرب منها وتبقى صديقتها، وده معناه ان ماري هتبقى سيدة مجتمع وهتوصل لاعلى المناصب في الدولة. وبتطلب فيكتوريا من ماري ان هي تفكر في كلامها كويس، وبعد كده تتصل بيها وبتسيبها وبتمشي. وبعدها كيب بتبعت رسائل لكل اصحابها وبتطلب منهم ان هم يقابلوها في بيت شيتي فورا، وبيكون اندريا في المستشفى مع ابوه بيشوف الرسالة، فطبعا بيرفض يسيب ابوه لوحده. وبتجري ماري وايما وسام وجوردن على بيت شيتي، وهناك بيلاقوا كيت مسيطرة على عقل شيتي وبتخليها تقول لهم كل الحقيقة. فبتقول شيتي ان هي عايزة تتخلص من الاشخاص اللي عندهم قوة خارقة لانهم كانوا السبب في موت جوزها وابنها زمان، وان هي سيطرت على كيت من خلال الحبوب اللي هي كانت بتديها لها، وده علشان تخلي كيت تسيطر على عقول كل اللي حواليها وتساعدها في تنفيذ خطتها. وبمجرد ما شيتي بتخلص كلامها بتستخدم كيت قوتها الخارقة وبتخلي شيتي تموت نفسها، فبتحاول ماري ان هي تنقذ شيتي من الموت، لكن كيت بتسيطر على عقلها وبتمنعها تعمل كده، وبتقول لها ان هي كده بتحقق العدالة، وبتنتقم لصديقهم لوك وكل الطلبة اللي ماتوا في المختبر بسبب التجارب اللي شيتي عملتها عليهم. وفي نفس الوقت ده فيكتوريا بتقابل كاردوسا في مكان سري، وبنعرف ان فيكتوريا اتصلت بكاردوسا واقنعته ان هو يسلمها الفيروس، وفهمته ان هي هتحميه من شيتي، لكن بمجرد ما فيكتوريا بتاخد الفيروس من كاردوسا بتستخدم قوتها الخارقة وبتقتله. وفي مكتب شيتي ماري واصحابها بيبقوا مصدومين من اللي كيت عملته، فبتقول لهم كيت ان هي قتلت شيتي علشان تحميهم من شرها، وبيوافقها سام في رأيها ده، وبيقول ان شيتي مجرمة وان هي تستاهل كل اللي حصل لها لان هي اتعاملت معاه ومع الطلبة في المختبر على انهم فرن تجارب. فبتقرر كيت ان هي تروح للمختبر وتحرر كل الطلبة اللي محبوسين فيه، وبينضم سام ليها وبيروح معاها. وبتكون ماري وجوردن وإما في حالة من التوتر والحيرة ومش عارفين يعملوا ايه، فبتطلب منهم جوردن ان هم يهدوا علشان يعرفوا يفكروا كويس. فبتقول ماري ان هم لازم يروحوا ورا كيت وسام ويمنعوهم بأي طريقة. وفي الوقت ده في المستشفى بيعرف اندريا من الدكتور ان ابوه بيحصل له تمزق في خلايا المخ في كل مرة بيستخدم فيها قوته الخارقة، وبيكون الدكتور شاكك ان اندريا مصاب بالمرض ده بالوراثة، لكن اندريا ما بيشغلش باله وبيروح يطمن على ابوه، وبيعتذر له ابوه لانه كان عارف بالمختبر السري وبالتجارب اللي كانت بتتعمل فيه على الطلبة، لكنه ما قدرش
يتكلم علشان يحمي أندريا، وفي الوقت ده كيت بتكون في المختبر هي وسام، وبيهجم سام على الحارس وبيموته، وبعدها كيت بتروح للحارس التاني وبتسيطر على عقله وبتأمره يحرر كل الطلبة اللي موجودين في المختبر، وبتجمع كيت كل الطلبة الخارقين اللي كانوا محبوسين وبتسيطر على عقلهم وبتزرع في دماغهم فكرة ان هما لازم ينتقموا من البشر ويخلصوا عليهم. فبيخرج الطلبة الخارقين دول من المختبر وبيروحوا على الجامعة، واي انسان بيقابلوه في طريقهم بيهجموا عليه وبيموتوه. وبعدها بتوصل ماري وجوردن وإيما للمختبر، وبيتصدموا لما بيشوفوا المكان وهو فاضي وجثث الحرس في كل مكان، فبيستنتجوا ان الطلبة الخارقين هينتقموا من البشر، وبيقرروا ان هما لازم يحموا البشر اللي في الجامعة وينقذوهم من الموت. وبتطلب ماري من إيما ان هي تحمي البشر اللي موجودين في مركز الفنون، وبيقول جوردن ان في زرار طوارئ موجود في مكتب شيتي، فبتقول له ماري ان هي هتروح على هناك وتفعل حالة الطوارئ في الجامعة كلها علشان تحمي البشر. وفي الوقت ده بيكون جيف مسؤول صفحات التواصل الاجتماعي للجامعة في طريقه لمكتبه، وبيشوف واحدة من الطلبة الخارقين وهي بتموت حد من زمايلها، فبيطلع من جيبه جهاز تردد صوتي وبيشغله على اعلى مستوى، فبتنفجر دماغ الطالبة الخارقة من شدة الصوت. وهنا بتشوفه كتفة بتسيطر على عقله وبتأمره يعمل بث مباشر من قدام مكتب إدارة الجامعة، وهناك كيت بتأمر جيف إن هو يموت نفسه بنفس الطريقة اللي موت بيها الطالبة الخارقة. وفي مكتب الإدارة السكرتيرة بتبلغ أشلي رئيسة مجلس الأمناء باللي بيحصل، فبتترعب أشلي واللي معاها وبيقفلوا باب المكتب على نفسهم، وبتطلب أشلي من السكرتيرة إن هي تتصل بالمقر الرئيسي للمنظمة وتخليهم يبعتوا طيارة علشان تنقذهم. وفي مركز الفنون سام بيهاجم على المخرج علشان يقتله لأنه من البشر، لكن إما بتلحقه وبتمنعه من إن هو يعمل كده، وبتحس إما إن سام متغير وكيت سيطرت على عقله، فبتحاول تتكلم معاه وبتفكره بحبهم لبعض علشان تخرجه من الحالة اللي هو فيها، لكنها بتتفاجئ إن سام في قمة غضبه وفعلا عايز ينتقم من البشر، وده بسبب التجارب اللي عملوها فيه، وبيسيبها وبيمشي. فبتزعل إما وبتعيط وبتلاقي حجمها بيصغر، فبتستغرب من اللي بيحصل. وفي الوقت ده كيت بتتصل بأندريا وبتعرفه إن هي قتلت شيتي وإن هي قدرت تحرر كل الطلبة اللي في المختبر، وبتطلب منه ينضم ليها علشان يتخلصوا من البشر اللي موجودين فيها. وفي نفس الوقت بتوصل ماري لمكتب شيتي وبتدوس على زرار الطوارئ، وفجأة بتصدر موجات صوتية عالية جدا من مكبرات الصوت اللي موجودة في كل مكان في الجامعة، وبتسبب ألم شديد لكل الطلبة الخارقين حتى ماري نفسها. لكن واحد من الطلبة الخارقين بيصدر موجات صوتية خارقة وبيدمر كل مكبرات الصوت اللي موجودة حواليهم. وفي نفس الوقت ده بتوصل الطيارة للجامعة، وبتخرج أشلي واللي معاها علشان يركبوها، فكيت هنا بتسيطر على عقل واحد من الطلبة الخارقين وبتخليه عطل الطيارة في الجو، وبتكون الطيارة على وشك ان هي تقع على الارض وتتدمر. فبيظهر هنا أندريا وبيستخدم قوته وبيتحكم في الطيارة لحد ما بيقدر ينزلها على الارض بهدوء، وبعدها بيروح هو وماري لكيت وبيطلبوا منها ان هي تنهي اللي بيحصل ده فورا، لكن كيت مش بتسمع كلامهم، وبتأمر واحد من الطلبة قوته الخارقة هي الاختفاء ان هو يسيطر على ماري لحد ما كيت وباقي الطلبة يخلصوا على كل البشر اللي موجودين. وبتجري كيت بسرعة من المكان وبيجري وراها أندريا، وبيهجم الطالب على ماري وبيفضل يضربها وهي مش شايفاه اصلا، لكن ماري بتستخدم قوتها الخارقة وبتقدر تحدد مكانه من خلال ضربات قلبه، وبتضربه ضربة قوية جدا وبتفقده الوعي. وبيروح جوردن لأعضاء مجلس الأمناء وبيحميهم من هجمات الطلبة الخارقين، وبيساعدهم ان هم يستخبوا جوا الطيارة. وفي اللحظة دي أندريا بيوصل لكيت وبيترجاها ان هي توقف اللي هي بتعمله ده، لكنه بيتفاجئ ان سام بيهجم عليه وبيضربه، وبيدخلوا هما الاتنين في معركة قوية، وبيبقى سام على وشك ان هو يقتل أندريا، لكن أندريا بيصعقه بالكهرباء وبيقعوا هما الاتنين على الأرض. وبتروح ماري لكيت وبتطلب منها للمرة الأخيرة ان هي تسيطر على نفسها وتحط حد للي بيحصل ده، فبتقول لها كيت ان البشر اللي هي بتدافع عنهم هي بالنسبة لهم مجرد منتج، وكل هدفهم من المنتج ده انهم يكسبوا من وراه فلوس وبس. واثناء ما هما بيتكلموا بيهجم مجموعه من الطلبه على جوردن وبيكون على وشك ان هما يقتلوه، فبتساعده ماري وبتنقذه من ايديهم. وبيتحرك واحد من الطلبه ناحيه الطياره علشان يقتل أشلي واللي معاها، فبتستجمع ماري قوتها وبتموته قبل ما يوصل لهم. وبتتحرك كيت ناحيه جوردن وبتمد ايديها علشان تلمسه وتسيطر عليه، لكن ماري بتلحقها وبتقطع لها دراعها. وفجاه هنا بيجي بطل امريكا الخارق اللي اسمه هوملاندر، وبيقرب من ماري وبيسالها هي ليه بتحب تهاجم الطلبه الخارقين، وبيطلع من عينيه شعاع ليزر وبيضربها بيه. وبعدها نشره الاخبار بتعلن ان ماري واندريا وجوردن وإيما خرجوا عن السيطره وقاموا بجرائم كتير جدا في الجامعه، وان اللي حاربهم ووقف قصادهم هم ابطال الجامعه الجداد كيت وسام. وبيظهر هوملاندر وهو بيتفرج على نشره الاخبار وبيبتسم. وفي مكان تاني بتفوق ماري وبتلاقي نفسها مع جوردن واندريا
ماريا وإيما، وبيكونوا محبوسين جوا مختبر ملهوش أي منفذ للخروج، وبيخلص الموسم الأول من المسلسل. ما تنساش تعمل اشتراك لقناة فيلمتشينو على اليوتيوب، وكمان تعمل فولو على الأكاونت الجديد على الفيسبوك، وهسيب لك الرابط في أول تعليق. ويلا سلام.